الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان. قدم رسول الله تسبيا فإذا امرأة في السبي تبحث عن ولد لها فرأت هذا الولد فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت. فنظر النبي إلى هذا المنظر الحنون وقال لأصحابه: أترون هذه صارحة ولدها في النار؟ هل ستطرح هذه الأم التي كانت تبحث بهذا الحب والشفقة على ولدها ثم ألزقته ببطنها وصدرها فأرضعته، هل يمكن أن تطرح هذه الأم ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. اسمع ماذا قال المصطفى، قال: والله لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم لولدها. لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. ولذلك من جميل ما قاله أحد السلف أنه قال يوما لربه: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. بأمره يحيي بها ما مات من ظلم.